مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليوم اللي بنقدم فيها اهم واخر الاخبار المحليه والعالميه. هنبدا اخبارنا النهارده من اخبار وزاره الصحه. حضراتكم طبعا عارفين ان الوزاره بتصدر بيانات متابعه شهريه واسبوعيه بتتكلم فيه عن انجازات الوزاره خلال الفتره اللي بيختص بيها البيان الصادر عنها في الفتره من كذا لكذا. وبالتالي النهارده اعلنت الوزاره انه خلال شهر يوليو اللي فات قامت باصدار حوالي 254724 قرار علاج على نفقه الدوله في كل محافظات الجمهوريه. يمكن كمان قالت ان التكلفه الاجماليه بلغت 1.51 مليار جنيه. ده طبعا في اطار رفع العبء عن كاهل المرضى خصوصا غير القادرين منهم. كمان وفرت الخدمه الطبيه من عمليات جراحيه وادويه وفحوصات طبيه على نفقه الدوله. طيب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه قال ان قرارات العلاج على نفقه الدوله شملت تخصصات الاتي: امراض الدم والاورام، الانف والاذن والحنجره، النساء والعيون والعظام والمسالك والبطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية. يمكن كمان لفت إلى مناظرة 100 مريض في مختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، وإحنا يمكن يعني أشرنا ده في إحدى حلقاتنا سبق وفهمنا يعني إزاي بتتم عملية مناظرة المرضى من خلال الفيديو كونفرنس. قال كمان إنه تم إصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة. الحقيقة من الأخبار الحلوة للغاية اللي احنا يعني لسه حالا يمكن زمايلنا جابوها لنا من الكنترول، النهاردة نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تهنئة خاصة لشباب العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب واللي بيوافق 12 أغسطس من كل عام. منتدى شباب العالم قال إنه في اليوم العالمي للشباب نحتفل بهذا اليوم بشباب اليوم وبقادة الغد، ونتمنى أن اليوم العالمي بيكون مصدر إلهام للتغيير وقيادة أجيال من النجاح. منتدى شباب العالم يعني كان ليه الحقيقة تجليات واضحة جدا لاهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وتطويرهم وتسليحهم بالأدوات اللازمة لعصرهم الحالي للتأهل على القيادة والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار والوعي الكامل بالتحديات سواء كانت تحديات إقليمية أو عالمية. كمان إبداء الرأي في القضايا المحلية والمشاركة في وضع الحلول والاستراتيجيات والعالمية. منتدى شباب العالم يعني دايما بيكون ليه بصمة واضحة الحقيقة خلال السنوات اللي فاتت كلها، كان ليه بصمة سياسية واضحة يعني في مراحل مصر المختلفة على مدار الثمان سنوات اللي فاتوا. يعني الحقيقة كان ليه إنجازات وكنا بنتابع وبنشارك في هذا المنتدى اللي مش بس محلي لكن كمان دولي، جاب محافظات الجمهورية في كثير من الأحيان. علشان كده بيبقى دايما بنسعد للغاية لما بيكون هناك يعني أي بيان يصدر، أي تعقيب ليهم، خصوصا في يوم عالمي زي يوم الشباب النهاردة كان لازم يكون ليهم يعني بصمة واضحة فيه. خلونا نروح نكمل باقي أخبارنا وهنروح لأخبار الشباب. شباب اليوم يعني قادة المستقبل، أخبار التنسيق. التنسيق النهاردة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق واللي كان معنا طبعا بالأمس وعرفنا منه بعض الأخبار على الهوى، كان من ضمنها يعني أنه أعلن أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات امبارح كان قايل 17 ألف، النهاردة وصل ل 25 ألف طالب وطالبة تقدموا على موقع التنسيق الإلكتروني. احنا طبعا عرفنا ازاي بيتم التقديم مع بعض بالأمس، ولو حد من الطلبة أو أولياء الأمور حابين أنهم يغيروا رغبتهم لأي سبب من الأسباب معاهم لحد يوم الاثنين اللي جاي والموافق أقول لكم 15/8/2022 الساعة 7 مساء هيقفل باب يعني تغيير الرغبات أو إضافة رغبات. وبالتالي احنا بنأكد على حضراتكم إن اللي عايز يغير رغبة، اللي عايز يبدل كلية مكان كلية أو ما إلى ذلك يبدأ من النهاردة ويركز وربنا معاكم. طيب
احنا لسه طبعا مستمرين معاكم في الكلام عن كليات المستقبل، واللي احنا يمكن بدأناها مع حضراتكم كليات جديدة، كليات بتدرس تخصصات أكاديمية جديدة وتخصصات بيتطلبها العصر الحالي، الحقيقة محتاجينها بشدة، محتاجينها هنا في مصر وبيحتاجها أيضا سوق العالمي تتواكب مع متطلبات العصر الحديث. يمكن كمان كانت السبب في تغيير ثقافة كليات القمة التقليدية اللي احنا يعني أنفسنا تعودنا عليها. كليات القمة التقليدية اللي كانت حلم طلاب الثانوية العامة إنهم ينضموا إليها، كل حاجة حوالينا اتغيرت الحقيقة في الدنيا، الدنيا بتتقدم وبتتطور بعد ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بقى من الحتمي ومن الضروري إن سوق العمل يبقى ليه متطلبات بعينها. هذه المتطلبات تتناسب مع الثورة الإلكترونية والمعلوماتية، تتناسب مع العصر. كمان لما هجمت جائحة كورونا على العالم ما كانش في حلول في استمرار عجلة الإنتاج والتواصل في فترة العزل والحجر العالمي اللي كانت مفروضة إلا من خلال العمل والدراسة عن بعد، ودي يمكن كانت نقلة جديدة، نقلة نوعية في العالم كله في مفهوم العمل وفي مفهوم التعليم كمان، ولمصر كانت مستعدة ليها الحقيقة وعندها بنية تحتية مناسبة من تكنولوجيا اتصالات ساعدتها على التعامل مع هذه المعطيات الجديدة. وزي ما نوهنا امبارح للخدمة اللي بتقدمها المتحدة للخدمات الإعلامية، اختر كليتك، نحب نأكد إن المتحدة بكرة بتقدم الخدمة دي في جامعة السادات بكل كلياتها، وجامعة الدلتا بكل كلياتها، وجامعة عين شمس في كل كلياتها، والحاسبات والمعلومات وكلية الآثار وكلية الدراسات والبحوث البيئية ومعهد البحوث الزراعية في المناطق القاحلة أيضا. وبنطلب إحنا بقى من خريجي الثانوية العامة إنهم يتوجهوا للكليات والجامعات اللي ذكرناها للتعرف على التخصصات الجديدة اللي بيحتاجها سوق العمل. جميل إن أنت أو إن أنت تكونوا يعني درجاتكم جيدة كفاية إن أنتوا في المرحلة الأولى وتقدروا تدخلوا كليات قمة، لكن الأجمل إن أنتوا تدرسوا سوق العمل بيتطلب إيه علشان لما تتخرجوا إن شاء الله تلاقوا مجال التخصص بتاعك وتشتغلوا فيه. مش جيد على الإطلاق إنك تختار كلية قمة وهذه الكلية بيها الآلاف من الطلبة وتخرج ما انتش لاقي أو ما انتش لاقية مكان للعمل. المهم سوق العمل بيتطلب إيه، عشان كده الشركة المتحدة يعني بدراساتها المختلفة بتتواجد داخل هذه الكليات اللي احنا ذكرناها علشان حضراتكم تتفضلوا تروحوا وتزوروا هذه الكليات، الطلبة بأولياء أمورهم يروحوا يفهموا يوسعوا مداركهم يوسعوا اختياراتهم كمان في اختيار الكليات. في الإطار ده هيكون معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم دكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية. برحب بحضرتك يا دكتور هشام. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور، ومحتاجين نتعرف منك عن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، تفاصيل عنها، امتى بدأ العمل بيها، ايه التخصصات اللي بتدرسها الجامعة او بتدرسها الجامعة، الدرجات العلمية كمان اللي بتديها. في البداية احب اشكر حضرتك شكرا جزيلا على اتاحة الفرصة دي للتعريف بالجامعة الحقيقة، لان احب اكتشف يعني عبر الفترة اللي فاتت انه مش ناس كتيرة ملمة بوجود مثل هذه الجامعة في مصر. الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني انشأت سنة 2008 الحقيقة، سنة 2018 فخامة الرئيس السيسي أصدر قرار بتحويلها إلى جامعة أهلية بحيث أنها تكون نواة لهذا النوع من التعليم والتعلم في جمهورية مصر العربية، تكون رول موديل يحتذى به فيما بعد. الجامعة الحقيقة بتتبع نظام تعليمي متميز هو اللي كان ليها الطابع والبدء فيه، اللي هو بيجمع ما بين الحضور في مراكزها الدراسية وجها لوجه، أنه الطالب بيقابل الدكتور والمعيدين والحياة التقليدية اللي إحنا عارفينها، وما بين الفصول الافتراضية والتعلم عن بعد عن طريق منظومة فيديو كونفرنس، والجزء الثالث انه توفير الموارد التعليميه والمصادر التعليميه بتاعته والمحاضرات وفصول التمرينات عبر منصه الكترونيه متطوره. الدمج ما بين الابعاد الثلاثه دي بيتيح فرصه للطلاب انه فرصه طريق جديده للتعلم، لاكتساب خبرات، انه كمان يمارس حاجات بالاضافه الى التعليم سواء. ايه نوع المواد العلميه اللي بيدرسها الطالب في هذه الجامعه؟ بمختلف بقى كلياتها يعني. تمام، احنا الجامعه فيها 8 كليات في القرار الجمهوري الحقيقه، المفعل منها حتى الان 3 وفي الصور الرابعه ان شاء الله تقريبا هذا العام. الاثنين مفعلين في الاندر جراد الحقيقه بوضوح، هم كليه الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكليه اداره الاعمال. الاثنين بيحتوي على تخصصات بيتطلبها سوق العمل المستقبلي الحقيقه، اللي بندعوها بنسميها احنا وسائل وظائف المستقبل، والوظائف دي اللي هي معتمده الى حد كبير الحقيقه على استخدام الحاسب الالي.
احنا الحاسب الالي عندنا هو عباره عن جزء من العمليه التعليميه، وبالتالي الطالب بتاعنا ضمنيا هو بيتعلم، عشان يتعلم هو بيتعامل مع هذه التكنولوجيات، وبالتالي لما بيطلع سوق العمل بيبقى هو ملم بيها، واخد عليها على استخدامها على كل هذه الوسائل. التخصصات اللي عندنا في تكنولوجيا المعلومات، الحقيقه عندنا التخصص الرئيسي هو تكنولوجيا المعلومات، واضيف ليه مؤخرا تخصصين مطلوبين جدا اللي هو الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. في اداره الاعمال عندنا التخصصات المعروفه، اداره الاعمال والمحاسبه والتسويق والماليه، واضيف مؤخرا كمان واحد من التخصصات المطلوبه وظهر جدا اثناء ازمه الكورونا، واللي هو اداره سلسله الامداد. تكنولوجيا المعلومات دي يعني في مقابلها كنا زمان يعني هندسة اتصالات ولا حاجة غيرها؟ هي هو هي طبيعة ولا مختلفة؟ لا مختلف. كليات الحاسب او تكنولوجيا المعلومات مختلف عن كليات هندسه، يعني في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي دي مختلف عن اقسام الحاسبات في هندسه، من حيث المواد بس، والتركيز بيبقى على اجزاء معينه من العلوم مختلفه بحيث الاثنين يكملوا بعض. مدى احتياج سوق العمل لهذه التخصصات قد ايه؟ الطلب عالي جدا على هذه التخصصات الحقيقه، الطلب عالي في يعني حتى في التخصصات بتاعتنا اللي هي سواء القمه او التقليديه وحتى الادبيه والانسانيه، بتتطلب التدخل الحاسب الالي بطريقه او باخرى. عشان الاقي ازود فرص العمل بتاعتي لازم اكون ملم بهذه الحاجات، لازم اكون ملم بمهارات حاسب الي، مش بمعرفه استخدامه فقط طبعا. بالتكنولوجيات دي بوجه عام، باللغه، وبعدين بمجموعه بنسميها اللي هي السوفت سكيلز او المهارات طيب ايه شروط الشخصيه. التقدم للجامعه؟ احنا بنقبل بوجه عام، بنقبل خريج الثانويه العامه علم علوم وعلم رياضه وادبي وثانويه ازهريه، وبنقبل خريج السنه ولحد 5 سنين فاتوا، يعني احنا بنقبل طلبه كمان عدى على اخر درجه حصل عليها 5 سنوات. احنا يعني فرص القبول عندنا متاحه لمجموعه اكبر حقيقه من الطلبه. الدرجات بقى بما ان احنا لسه في التنسيق. احنا الدرجات طبعا احنا في تنسيق الجامعات الاهليه الجديده اللي هي ال 12 الجداد ان شاء الله اللي هيفتتحوا، وبعد كده الحد الادنى للقبول عندنا هو الحد الادنى اللي هيحدده مكتب التنسيق لهذه الجامعات الاهليه والطلبه. حسب حجم الطلب على الجامعه يعني. هو لسه غير محدد، هو يحدد صح. بعد المرحله الاولى الحكوميه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، شكرا جزيلا ليك. ودي إحدى الجامعات اللي احنا بنحاول قدر الإمكان نعرف حضراتكم بيها تخصصات جديدة في سوق العمل بيحتاجها، سواء سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو الدولي. الأهم في الاختيار هو سوق العمل بيتطلب إيه؟ أنواع الاختيار لازم نكون محددينها. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل باقي كلامنا بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. مرحب بحضراتكم من جديد في اليوم، واحنا طبعا معودين حضراتكم ان احنا بنرصد الشائعات وبنجيب لكم التحقق منها المعلومه الصحيحه. الحقيقه كمان كان في بعض الشائعات اللي انتشرت، نفي الشائعات طبعا من الحكومه، نفت ما تردد من انباء بشان ترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والاداره بتعيين مواطنين من حمله الماجستير والدكتوراه بالهيئه القوميه للتامين الاجتماعي بالواسطه وبالمخالفه لقانون الخدمه المدنيه. يعني الشائعه دي كانت انتشرت بشكل كبير. الحقيقه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والاداره واللي نفى هذه الانباء، ويمكن كمان اكد انه لم يتم اصدار اي قرارات او تعليمات بهذا الصدد بتخالف قانون الخدمه المدنيه، ويمكن شدد كمان على ان ترشيح المذكورتين للتعيين وفقا للقرار المتداول الصادر عن الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي تحت رقم 3000 في 24 يوليو 2022 ده جه تنفيذ للحكم القضائي الصادر لصالحهم من المحكمه الاداريه في الدعوه رقم 7359 لسنة 67 والدعوة رقم 1467 لسنة 66 بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأنه ترشيحهم جاء تنفيذ لأحكام قضائية واجبة النفاذ دون المخالفة لقانون الخدمة المدنية. ده كانت من الشائعات اللي يمكن انتشرت بشكل كبير ونفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وإحنا بنورنا طبعا لازم نطلعكم عليها. طيب احنا الحقيقه يعني جهود كبيره بتقوم بيها حياه كريمه، نجاحات على كل المستويات حققت هذه المبادره الرئاسيه،
يمكن أكثر من 58 مليون مستفيد في 20 محافظة، 4580 قرية و175 مركز و280 ألف تابع. كل ده ولسه الحقيقة المبادرة مكملة في تقديم كل سبل العيش الكريم والحياة المناسبة لكل الفئات المستهدفة من مشروعات حياة كريمة. الحقيقة حياة كريمة هذه المبادرة الكريمة مرت بمراحل، مرحلتها الأولى والمرحلة الثانية ولسه جاي الكتير، لأنها مش بس بتشتغل على المرافق والمساكن، لكن دي كمان شغالة على الصحة وعلى المدارس وغيرها وغيرها. على سبيل المثال الجانب المتعلق بالصحة يعني بيتم من خلال القوافل العلاجية ومبادرات الصحة بكل أشكالها. كمان التعليم يمكن أشرت ليه، كل ده بيندرج تحت مظلة أكبر وأشمل وأعم اسمها بناء الإنسان، اللي كانت دايما أولوية لدى القيادة السياسية من سنين فاتت لما اتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استراتيجية بناء الإنسان. خلونا نروح نتعرف على تفاصيل أكتر إيه اللي حصل في هذه المبادرة خلال الفترة اللي فاتت في التقرير اللي جاي. محافظة الشرقية يعني محافظة من المحافظات اللي الحقيقة حياة كريمة تدخلت فيها في كذا مرحلة، وشفنا مع بعض يعني حجم التغيير كان كبير. احنا بينضم لنا هاتفيا الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. برحب بحضرتك يا دكتور. ردينا ازاي حضرتك والسادة المشاهدين؟ الحمد لله. عاوزين نتابع معاك موقف مشروعات حياة كريمة لغاية النهاردة، ايه اللي تم فيها؟ يعني حياة كريمة احنا مستمرين وكل يوم في جديد. طبعا احنا في حياة كريمة في المرحلة الحالية زي ما حضرتك تفضلت كده في المقدمة وقلت ان احنا عندنا ثلاث مراحل، احنا الان يعني في الثلث الاخير من المرحلة الاولى، استهدف 1477 قرية وحوالي 10,000 تابع. المرحلة دي بيتنفذ فيها تقريبا 23,000 مشروع، 30% منهم انتهوا بالفعل، تم نهوهم نهو كامل وهم الآن يعني قيد التسليم. عدد آخر من المشروعات حوالي 9,000 مشروع في مراحل تنفيذ مختلفة، متوسط نسبة التنفيذ فيهم حوالي 60%. 6,000 مشروع مرتبطين بمشروعات أخرى، اللي هي المشروعات اللي احنا زي ما بنقول كده بنفنش فيها، اللي هي التشطيبات، يعني زي أعمال الرصف مثلا، زي أعمال الاتصالات، دي ما بتاخدش وقت طويل لكن مرتبطة إن احنا نكون أنهينا كل اعمال المرافق الاخرى. ان شاء الله 30 ديسمبر نكون انتهينا من كل مشروعات المرحله الاولى باذن الله. ان شاء الله. طيب عايزين نعرف معاك يا دكتور ولاء ايه ابرز المشروعات في المرحله الاولى والثانيه؟ المرحله الاولى طبعا احنا يعني بنشتغل على التكليف الرئاسي، وهو انه يتم توفير كافه الخدمات في القرى ونسيبها يعني على حد تعبير السيد الرئيس زي ما الكتاب بيقول. فبنشتغل على كل مشروعات البنيه الاساسيه، الصرف الصحي والغاز الطبيعي،
دي خدمات معدلات التغطية بها منخفضة، فبنوصل معدل التغطية إلى 100%. ثم خدمات مياه الشرب والاتصالات والكهرباء متاحة، لكن بنحسن جودتها وبنحسن كفائتها بدرجة كبيرة، وأعمال الرصف نفس الكلام. ثم بقى مرافق الخدمات الاجتماعية زي ما حضرتك فضلتي، مثلا في قطاع الصحة في المرحلة الأولى بننشئ 22 مستشفى و1106 وحدة صحية أو مركز طبي. المدارس بتشتغل تقريبا فيما يقرب من 3000 مدرسة في المرحلة الأولى فقط. مجمعات الخدمات الحكومية 632 مجمع، كذلك مجمعات الخدمات الزراعية حوالي 1000 مركز شباب. القرية تقريبا طبعا منشآت التضامن سواء مراكز الرعاية لذوي الهمم أو مراكز تنمية الأسرة أو حتى الوحدات الاجتماعية. كل خدمة الخدمات دي بيتم توفيرها في كل القرى أو في عشان تخدم القرى يعني وفقا للمعايير التخطيطية. هو نفس اللي هنفذه إن شاء الله في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة بإذن الله. يعني طيب المرحلة الأولى تكلفت قد إيه؟ يعني احنا المرحلة الأولى التكلفة يعني أعتقد إنها ربما تتجاوز أو تصل إلى 600 مليار جنيه. يعني كلنا طبعا متابعين الزيادات اللي حصلت في الأسعار على مستوى العالم نتيجة تراجع سلاسل الإمداد ونتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وقبلها طبعا أزمة كورونا، فكل ده أثر على الأسعار. جزء كبير من مستلزمات الإنشاء خصوصا المستلزمات الكهروميكانيكية احنا بنستوردها من الخارج، فبالتالي حصل كمان زيادات في الاسعار، وبالتالي حصل زيادات في تكلفه انشاء المشروعات. صحيح، يعني تكلفه المرحله الاولى وصلت ل 600 مليار جنيه. 300 مليار. طب والمرحله الثانيه حتى الان؟ لان في طبعا مشروعات لسه لم يعني تنتهي بعد. احنا زي ما كان يعني فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء ومعالي وزير التنميه المحليه والساده الوزراء المعنيين اعلنوا، احنا كنا بنتكلم في 700 مليار جنيه للمراحل الثلاثه. الان يعني متوقع ان احنا تصل او ربما تتجاوز قليلا تريليون جنيه. طيب انا عايزه اسال حضرتك، هو سؤال يمكن تطميني اكتر، ازاي بتقدروا توصلوا للفئات المستهدفه، الناس الحقيقي محتاجه، من خلال مبادره حياه كريمه؟ ايه اليه العمل اللي انتم ماشيين عليها علشان يوصل يعني توصل حياة كريمة المستحقيها؟ ده سؤال مهم، بس خلينا أقول إن العمل في حياة كريمة بيتم على مستويين. المستوى الأول وهو اللي بيصل لكل أهالي القرى. إحنا الريف المصري يعني بيشتهر بإنه معدلات التنمية البشرية ومؤشرات جودة الحياة كانت متراجعة نتيجة الإهمال لسنوات طويلة، فبالتالي الريف المصري كله محتاج. المشروعات اللي انا ذكرتها دي بتستهدف كل اهالينا اللي بيعيشوا في الريف، كل اهالينا في الريف هيستفيدوا منها. المرحله الاولى الحاليه 18 مليون مصري، المراحل اللي احنا هنوصل ان شاء الله ل 58 مليون مصري، لكن يفضل كمان بعض التدخلات، وهي تدخلات مهمه جدا اللي بنسميها تدخلات الحمايه الاجتماعيه او التدخلات اللي بتستهدف الفئات الاولى بالرعايه، لان داخل نفس القريه طبعا القريه هتستفيد بمشروع الصرف الصحي والميه والمدرسه، لكن يظل فئه من الناس بتعاني اكثر من غيرها، بنطلق عليهم يعني في ادبيات التنميه افقر الفقراء. دول بقى بيتم استهدافهم من خلال جهود حكوميه وجهود مجتمع مدني كمان، دي مساله مهمه في غايه الاهميه الحقيقه. دول بتصمم دايما ليهم تدخلات خاصه زي ما حضرتك ذكرتي، مثلا القوافل الطبيه، حزم المساعدات، التمكين الاقتصادي، ربما تدخلات علشان يقدروا كمان يستفيدوا من خدمات البنية الأساسية اللي موجودة، مساعدة في توصيل المرافق اللي هتبقى موجودة في القرية، القوافل العلاجية وغيرها. دول بيتم الوصول إليهم الحقيقة من خلال التعاون ما بين وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ومؤسسة حياة كريمة. الحقيقة بما أنك أشرت يا دكتور ولاء لعملية التعاون بين الوزارات والمؤسسات، احنا بنثني الحقيقة كامل الثناء على هذا التعاون السلس بين الوزارات في حياة كريمة تحديدا وكل المؤسسات الحقيقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. وخلونا نختم أخبارنا النهاردة بتقرير جميل جدا الحقيقة من وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد. نظمت وزارة الداخلية احتفالية في مركز إصلاح وتأهيل ترى ما بين طبعا النزلاء وما بين الأهالي. هنروح نتابع التقرير
ويعني حلقتنا انتهت، لكن بكرة يوم جديد مليء بالأحداث، كل أخباره هتلاقوها مع حضراتكم على شاشة دي ام سي، وبرنامجكم برنامج اليوم. تروحوش بعيد، اتفرجوا على التقرير، تقرير في منتهى الجمال الحقيقة. شكرا لكم وإلى اللقاء. منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لا تقتصر على إصلاح وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسرعة دمجهم في المجتمع، بل تمتد إلى تقديم الدعم والمساندة للمفرج عنهم وكذا أسر النزلاء حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بعيدا عن مسلك الجريمة. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى ليه طوق النجاة. الدعم المقدم لهم يتسم بالاستمرارية، وهو ما بدا واضحا هنا بمركز الإصلاح والتأهيل ترى، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية وغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم. مش مقصرين معانا في حاجة، واحنا بنشكر السيد عبد الفتاح السيسي وبنشكر كل اللي بيساهم معانا في أي حاجة يعني، وبيساعدنا إن احنا نبدأ حياة كويسة وحياة كريمة. ما تكوناش في أي عيد حضرتك وأي مناسبة، والمدارس برضو حضرتك يعني مهتمين بينا وأولادنا، وبناخد كل اللي احنا عايزينه. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على معاونته بينا، وبنشكر وزارة الداخلية. وقد أشاد المفرج عنهم وأسر النزلاء بهذا الدعم وتلك المساندة المقدمة لهم على مدار العام، والتي تؤكد مدى ما توليه وزارة الداخلية من أهمية كبيرة نحو دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم حتى يتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع، وبما يؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. أصل الحكاية فكرة انت فيها وهيبتدي المشوار. كل حفلة بيتصلوا بينا يدونا كل حاجة، الكرياتين كل شهر دي دايما الداخلية بتتصل بينا، وكتبين لي دلوقتي بوتاجاز قالوا لي هنسلمه لك برضه، ومش ناسينا في حاجة. وفروا لي فرش بيتي بالكامل، وأنا بشكرهم جدا، وجميع الضباط بيقابلونا باحترام. توزيع تلك المساعدات جاء في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تحرص وزارة الداخلية على مساندة المفرج عنهم وأسر النزلاء بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة إضافة إلى تلك المساعدات العينية، بما يدر دخلا ثابتا عليهم.